الحكمة ويفيد لمتخذ القرار الاطلاع على مدى مستوى الخدمات المقدمة ومتابعة تسجيل تلك الخدمات بالإضافة لتلقي الشكاوي والمقترحات. ومن خلالها يمكن إصدار جميع الخدمات والتراخيص التي تطلبها المواقف والتواصل مع الجهات الخارجية مع تحقيق الترابط والتكامل بين الاطراف بسرعة استرجاع المعلومات والبيانات بكل دقة وسرية ومتابعة الأعمال والتواصل مع المواطنين وإرسال رسائل بين الحكومة ورسائل القصيرة للوكالات ومصادر إجراءات الخدمة مما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الفترة الزمنية اللازمة للخدمات والتيسير على العاملين بأدنى عملية مع التقييم في السداد المالي الإلكتروني.